السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف أخطر ساحر في العالم ديفيد كوبرفيلد يخفي تمثال الحرية. نتابع مع بعض كده ونشوف هو بيخفي تمثال الحرية وبيرجعه تاني. كوبرفيلد 305 قدم و 450 ألف رطل هيخفيهم وهيرجعهم تاني. حاجة غريبة. ده السحر الأسود يا جماعة. ديفيد كوبرفيلد بيتحدى العالم بإخفاء تمثال الحرية ثم إعادته مرة أخرى. أهو طيارة فوق أهي من الجو، أهو شايفين حاجة خيال. طبعا الحاجات دي قديمة بس كانت صعبة جدا، الحياة الصعبة جدا يعني. 200 قدم أمام تمثال أهو، وهيخفيه. ده أشهر ساحر في العالم. شوف كده أهو زي ما انتوا شايفين، هيخفيه خالص ويرجعه تاني. هاي غريبة الأضواء أهي، وإزاي هي الأضواء دي مش هتنفع تداريه خالص يعني. المفروض يعني لو هو هيتشال الأضواء تكشفه، هو يخفي عن العين. وده طبعا سحر اسود، ربنا يعفينا منه. هنشوف حضراتكم اهو، اهو اجهزة رادار بتكشف التمثال، تمثال الحرية. فيديو قديم بس انا حبيت اطلعه لحبايبي مرة اخرى. تابعوا التمثال. كان جاي مصر التمثال ده من خليل اسماعيل بس ما كانش فيه ميزانيه، كان اتحط في قناه السويس. اهو زي ما انتم شايفين طلع الستاره. خلي بالك لاحظوا حاجه غريبه. تابعهم هينزل الستارة. اهو تمثال اختفى، تمثال اختفى زي ما انتم شايفين. اهو فين التمثال؟ اختفى. غريب صراحة. هيرجعوا تاني بقى، الناس مبهورة باللي بيحصل، مش مصدقين. أين ذهب التمثال؟ هي لسه بتستغرب. يعني بيقول لي انا كنت قدام تلفزيون كنت شككت في الموضوع، لكن انا موجود قدامه. فهو بيقول انا شفت الكلام ده مباشره. انا هنشوف اعادة التمثال تاني. اشهر ساحر في العالم. هيرجعه تاني يا جماعة. رجع التمثال تاني. اشترك في قناة البيت بيتك وقناة تجاني الدراسة حتصلك كل جديد ان شاء الله. شرفني بالاشتراك في قناتكم وقناة البيت بيتك.
خش فيديو يمكن تكون حلوه للناس يعني. في امان الله، اتمنى لكم مشاهده طيبه ان شاء الله. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو. في امان الله. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات وايضا لا تنسى دعمنا.